من كم يوم في فيديوهات معينة شغلت العالم وكلمناكم حتى عنها، وهي اللي بتشوفوها حاليا الآن، بتشوفوا منها مقاطع. فخلال تدريبات تحضيرية لمهرجان سنوي في طائرات عسكرية حلقت على ارتفاع منخفض جدا وصلت ل 90 متر بس، والطيارة بتنشاف في المقاطع يعني حرفيا وهي جالسة بتحلق بين ناطحات السحاب. القوات الملكية الجوية الأسترالية ومن بعد ما شافت تفاعل الناس مع الفيديو راحت ونشرت فيديو آخر لنفس الحدث، ولكن هذه المرة من داخل قمرة القيادة في الطيارة، وبيظهر المقطع طبعا مهارات الطيار في التحليق بين ناطحات السحاب، وبينسمع صوت الكمبيوتر في الطيارة بينبه الطيار لعقبات في وجهه. Terrain, obstacles ahead, obstacles left, terrain, obstacles right, terrain.